ذكر الإمام العلامة عبد الحميد قدس في كتابه كنز النجاح والسرور ما يقوله الصائم عند فطره، قال: ومما وجدته أيضا من الأدية في هذا الشهر المبارك ما يقوله الصائم عند فطره قبل الغروب، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ثلاثا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ثم يدعو بالمهم دنيا وأخرى، هكذا رأيت كثيرا من الأفاضل يفعله، ولعله حسنا موافق مناسب لما مر، وإن لم أرى من ذكره بهذا الترتيب في كتاب. وذكر العلامة السيد الونائي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره: يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموها عقبكم، فإنها كلمة يحبها الله ورسوله، ويصلح بها أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. ومما وجدته أيضا ما يقوله الصائم إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. اللهم ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إلا أن تغفر لي. سبحانك وبحمدك، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. هذا كله وارد جمعت فيه الروايات: سنن أبي داود، والدعاء للطبراني، وشعب الإيمان، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وسنن الترمذي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وفقنا الله تعالى لمراضيه، آمين. ما يقوله من أفطر عند الغير. ومما وجدته أيضا ما يقوله الفاطر عند الغير، وهو: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار. أخرجه أبو داود. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الأذكار، وفي رواية لمسلم كما في الونائي: كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم لا يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر بقوله: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لنا في بقية رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.